الخيرات، يا مساء النور. راه يبان لكم الليل مي مراهش الليل، راه عاد الخمسة كان كاين المارشي، راهم يقلعوا في الصوالح نتاع المارشي ونقوا كملت الخدمة. ان شاء الله تكونوا بخير بو البنات، باسكو هاد الايامات غادي تشوفوا بزاف لي فلوغ، باسكو ما كانش شي حاجة، ما عنديش بزاف الوقت واش ندير في الدار ولا فهمتوا البنات، ما عنديش زعما شي مكياج زعما نقدر نديره، ولا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات باغيود نتاع اللي فات شويه امشي في الوقت ما كانش زعما ما كانش الوقت بزاف، ما خصنيش نغيب ثاني على اليوتيوب ندير معكم لي فلوغ كما راكم تقولوا لي حريه، يعني لو كان بارطاجو معاك غير الطرقه نتاع باريس خير من ما كانش. بون نمشي نديكم المغربيه خير ضربوا فيها طله. شوف انا باغا نقطع، شوف بون الجو راه ممطر ممطرا ممطرا ممطرا، راه اليوم الجمعه. شو المغربيه يصور لكم شويه المغربيه اللي حدانا جوارينا باسكو يخدموا كل شيء في ميزون وانا هنايا ويخدموا هما ثاني اون فاس لي غاتو كوم سا. وانا سبيسياليتي نتاعهم غير لي مورينغ ولي بريوش. فوالا هذا هما لي مورينغ اوسي. شو اللي نتاعهم شحال يهبل، صابه نتاعهم كبيره. بون هما هنايا قاعدين. وي هذا خصني نشريه، هذا واحد البغيوش يديروه غير في بيريود لي فات جاي فارسي يهبل. المهم خدمتهم غير في الشيكولا وفي هذا الشيء، فوالا داكشي داكشي. المهم مغربيو زوينه مي انا خاطيني هذاك الشيء هذاك داك تخيلوا البنات حقا واش راني جايه نهضر لكم دركا. سمحوا لي لكم تسمعوا لافوا نتاعي كيما هكا باسكو راني دايره الماسك. بون مرشي قاع بلع علينا الطريق. جات في خاطري جا في خاطري المقرود واحد الكاطو نتاع الكوكو داك اللي يجي يدوب في الفم. والله اني ماشي نشري التمر وماشي ما نعرفش ندير المقرود، انا والله لا نعرف نديره، مي يخرج لي بالفاصول كيما انا باسكو المقرود كاين اللي يخرج لي بروفيسيونيل، وانا عزيز عليا نتاع المقله ما نبغيش تاع الكوشه باسكو نحسه ناشف كيما قالوا صحاب الشرق شايح شايح نحسه يجيف. بون دوكا راني رايحه لواحد اللبناني هنايا، هنايا واحد نسيتها كي يسموها هنايا، ما سموهاش صابا باسكو في واحد بلايص واحد اخرين يسموها صابا، اسمها صابا مع فهاد اللبناني ما عرف كي يسموه صباح ولا حاجه حيه هكاك. ممكن نشوف صورت لكم من عنده مره فيديو، سمحوا لي حشاكم اني نصور لكم في لي بوبيل وانايا الاخبار. بون غادي نديكم معايا عند ديك المكازا واش نشري نمشي نقيطه ولا بانت لكم التصوير داير باسكو راه النو طيح على الشاشه على التليفون يخلايا شويه نفعس على شي حيه هنايا. المهم واش نقول لكم في الكنزيه، قلت لكم كاين واحد الجويمع كاين جامع حدايا حدا خدمتي ها راه وينه راكم تشوفوا صبعي تما كاين جامع فوالا. وراه النوع عندي البارابلوي بصح ما نكرهه في هزان البارابلوي. المهم راني دايتكم معايا نمشيو ندخل الا قدرت نصور واش راني باغا نمشي نشري التمر وباغا نمقرد. اليوم غادي ندير المقرود، ما راحش البرد 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 بصح راه النو 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 النو. هذا مكان الله يحفظكم. يلا نمشيو مع بعض، هذا هو الجامع، هذا جامع يا البنات يا البنات يا الاولاد. كي قال لي واحد كتب لي في الكومونتير قال لي يا اختي انا اللي نتبع فيك كنت نقرا معاك وتقولي لي غير البنات. بون جو سي با راه يبان لكم مليح مليح، هذا هو هنا نشرو منا حنا اللي بانين، هذا هو هنا الصوالح هنا عندهم كل شيء. يا ودي انا خصني نمشي نشوف شي حاجه كيفاش يطيبوا، يعجبني ماكلتهم وتعجبني روينتهم وتخلاطهم. المهم نمشي ندخل النو بدا تزيد زاد زهي زهر. المهم نمشي كي ندخل نزيد نصور لكم. شوفوا حلوة الطرق شحال زوينة. حقاش كي تخصني الموارد عندي، موارد عندي شي حلوة الطرق على الانواع. صبروا نمسح لكم التليفون. انا قلت لكم جبتكم وليدي انا فضحتينا جبتكم الفول مطحن، هذا هو اللي مالف انا ندي منه هنايا بابا غنوج هذا زوين كنت مالف ندي منه. الوغ عندهم كل شيء، هذه شريتها حتى قصتها تعقل درت لكم فيها واحد الفيديو بس ما عرفتش باش نطيب. هذه بنينه هذه بوك تهبل، هذه ندي منها جاك خو اليوم صح تسمنا البنات. هذا سيكو
كنت شي فرماج ولا شي حاجه نتاع تاكوز. شكون اللي عرف هذه؟ واش هذه كتخدموها في ميزون؟ كيفاش تجي؟ بصح انا ما خدمتهاش غير ديك الساعه عند مره عند صاحبتي خدمتها. خاطري ندي شي كاطو فيه التمر، التمر اللي بغى يخرج لي، بغى ندي شي كاطو. هذا الشيء ما ناكلهش انايا، هذا ما ناكلش ديجا هذا تاع التمر، ندي منه حبات. جو سي الحية قالها تحكوا شي شاف داك الفيلم تاع الجزائر، هذيك الحية المكربعة واش تاهي. المهم هذا جو كوا ثاني هو فيه التمر هذا تاوشي. المهم نهضر مع الاخر فراميج، انا نمشي جهه التمر ندي. اه ويا دابا القشط، شوفوا هاد الحوايج نشوفهم كيطيبوا بهم، بصح ما نعرفش ندير لي بلا بهم. هنا هي المكسرات ثاني البنات اللي كوتي وني يديروا ليدات. ها هما ليدات هادو الخوات، هما ليدات الملاح تاع التمر تاع المقروض. المهم عجن التمر شخو هذا هو تاع المقروض. المهم انا ندي هذا باسكو ما كاينش واحد اخر. شرا التمر داك التمر المدكس داك هنا هنا الاتمار والمشتقاتها كاع البنات. شكون يعرف هذاك سميته؟ هاد التمر عزيز عليا، هذا الحرشق ولا الهرشق كان كيسموه، كنا ناكلو زمان. كانت عند واحد النخله عندنا في بشار دار عمي يسموه الهرتف ولا الهرشق ولا الخرشق. المهم التمر يابسه كبنين. المهم هنايا كاين المكسرات الحوايج المكسرات. واه هذا واش مشكله؟ واحد ما يعرفش كيما هادو نبغيهم انا، هاد اللبونات ولا راني شايفه واحد البن يديروا به سلطه جو كخوا هذا هو تاع السلطه، يديروا به سلطه ولا مانيش عارفه، يزيدوا عليه واحد النعناع نتفلسف في الماكله. المهم يا ودي هذا ما ملحه، هذاك الكاري نسيت سميته الفيتا، هذا ثاني مليح. نمشي ندي التمر ديجا عارف ما انا محلول من الصاكا. ندي التميرات هنا حلوه كسموها. المهم حلوه عشان نخلط في السميات انا هنايا. هنا المشروبات هادشي كلشي حالا. شوي القطايف ولا انا كيسموهم خدمت الشقه اللي نديرها ما جبتش معايا حتى باش نهز، بديت نزرب عليهم الصوالح في الارض. نوريكم شكون غنوريكم هذا الكاطو. هذوك الحوايج راهم هنا. جيت نور جيت نوريكم الصوص باربيكيو عزيز عليا. ها هي هنا باربيكيو الحال على سيدي. ديك النهار درت لي زومبورغر، حتى اليوم في اللي غادي نديرهم غادي نوريهم لكم. ندي هاد الفرماج لا ما نديش صايب خطيني على غاديك النهار. قلت لكم خصني زعما ننظم لي كورس سحلب سحلب هي المهلبيه هذه هي المهلبيه تعجبني. ودي قال لك واش داك باغا نتعنكش في الحوايج اللي يعرف يدير شي طبق مغلي مغلي جوج خواتها فيه واش الحيه واش مكعبره يكثروا لك الحوايج مكعبرين ما عرفوش كيفاش. المهم المهم انا نبغي ندخل الفكوك بغا نشري بصح ما عرفتش واش نشري واش نشري الخل عندي. ندي هاد المهلبيه هادي نقرا كيفيه الطريقه. هاي كتبان خلطه بالورد طريقة التحضير. ندي واحدة هيا ونبينا نصلو عليه. ما عرفتوش واش تاهو طربش واش شيكولا ولا باسي شيكولا. ألوغ هنايا كاين الخبز والخباز نتاعهم. ها هو الخبز اللبناني هذا فيه عندهم خبز أسمر أسمر هاني أنا جبته من الخدمة معايا في ميزون هاد الهامبرغر باش ندير انا لي زومبورغ اليوم في الليل. انا شكون انتي ما على باليش. المهم هذا مكان انت حسبته تمر. شريت انا شريت صوالحي. ايا اليوم غادي ندير لكم المقروض واش رايكم؟ ها
وما غاد عندكم تضحكوا على المقرود. المهم انا جا في خاطري وراه داري انا بعدا خلفت جا في خاطري نمشي ندخل على الانديس باسكو على الميتالي لوان. جا في خاطري رايحه نديره صاي اللهم نديره نمشي ندير المقرود وندير قلت لكم في باغا ندير خبز في ميزون ماشي خبز في ميزون ديجا جبت معايا الخبز في ميزون امبورغر في خاطري ندير عشاء امبورغر فوالا فوالا نمشي معنا يلا ندخلوا للدار ما كان ما يدار برا راه غير نواو. انا اليوم الصباح بغيت نقول لكم قبيله كي جيت نخدم الصباح لا قبيله طلع العشيه ونيت الزرده في هاد السكالي في الطلعه الزرده في تعرفي ونطيح دك 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 حسيت بركابيه قاعدوا يرجفوا غير لما تصغى الحي وفاتوا عيا قاعدوا لي غير صافا صافا كامي ودي حتى صافا بابا نقول لكم صافا با جمعت روحي ونطر قلتي الان راه فيها الماء في الزون اللي بجد لي ستات نتاعو راني نقليهم قلت لكم في خاطري امبورغر و الفان هذا هو قلت لكم نديرو حنا في ميزون عرفتي باش نوريه لكم داير كيما هكا درت له كاع لي صوص اللي بغيتهم هما اللي درتهم درت باربيكيو درت هذه صوص اونيون البنات في بخاي ماركت هبل شريت لا سالاد و الفرماج فوالا الستاك داير كيما هكا اللي فيه وهذا نديرها في الكونجيلاتور. المرة شريت نتاع الفوق ستار وهذا شريت نتاع الفوق وربيكم قلت لكم شريت درت نتاع الفوق وهذا نخليهم يسخنوا شوية ولي يسخنها هو نبغي طايب بزاف انا وجهي مروقن ومخربط مجربط المهم ما ديروش على وجهي. المهم يا البنات بغيت نفيدكم بواحد الحاجة زوينة زوينة نيسكافيه ني درتها لوجهي باسكو هاد لي فلوغ دائما كي نبغي ندير شي حاجه نلمدهم مع بعض ونحطهم لكم في فيديو باش ما جايش نحط لكم غير حاجه صغيره كاع فيديو نهضر فيه على جال الوصفه. المهم النسكافيه البنات هذه درتها مش قهوه نسكافيه ولا عسل والليم غادي نوريكم كيفاش درت ليهم وتخلطوهم مع بعض والعسل يكون بيو اللي راكم ساكنين هنايا واللي راكم في البلاد ما غاديش تقولوا لي كيفاش يكون كيفاش نعرفوا واش طبيعي عسل زعما شريه. والمهم وديريه في وجهك البنات. المهم النسكافيه تعطي واحد النضاره للبشره تعطي واحد النضاره والكافيين الكافيين مليح للبشره يعطيها النضاره والعسل والليم الليم يتعد كل البروتين الليم يتعد كل البروتين يتعد كل الفيتامين باردو يتعد كل الفيتامين. المهم اللي ماني تابع باتي بوغ سا راني غير قلت يتعد كل فيتامين سي وملي حتى هو يقلع دوك التصبغات بالمداومه والعسل تعرفوه البشره كيفاش يدير يغديها ويعطيها نضاره. غادي نوريكم كيفاش درت هاد الخلطه كيفاش درتها وتخلوها 5 دقائق باغ كونت تقدروا ديروها كالكوماج 5 دقائق من بعد تبداو تقوموا قبل العقل وتوصلوا بالماء البارد وتبعوها ديروها اون فوا باغ سومان ولا مره في ساديب على البشره وتجي على البشره متنوعه بصح اذا كانت البشره نتاعك حساسه من الليم تقدري تستغني على الليم. اوكي نحاول نوريكم واش درت هي الخلطه تجي كيما هكا على هاد الطريقه. الوغ نوريكم واش درت يا البنات النسكافيه اي نسكافيه تكون عندك ديري منها ملعقه صغيره نتاع نسكافيه اوكي وديري ملعقه ولا نصف ملعقه نتاع عسل اوكي وديري هكا ديري شويه ليم كيما هكا كيما نقولوا حنايا قطرات نتاع ليم اوكي. واذا كان وجهك حساس من الليم تقدري تستغني على الليم واذا كان وجهك حساس من العسل تقدري تستغني على العسل. هاد المكونات كيما قلت لكم يعطونا نضاره للبشره وملح وهذا الشيء كاع متواجد عندكم. بون كي غادي ديري غادي تخلي هاد النسكافيه كل حبيبات كيما هكا غادي ديري كي الماسك كيما وريته لكم وتخلوه ينشف شويه ومن بعد بهذوك الحبيبات تقدروا ديروا كي قماش خفيف خفيف البنات قماش خفيف مش تبر مش تفرسي على لابون تاعك قماش خفيف 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 وتغسلي بماء بارد ومن بعد اكدوا لي على المرطب ديري اي مرطب يكون عندك ديريه لوجهك. هذا ما كان بغيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه وهي تهبل ديروها كما قلت لكم اون فوا ولا دو فوا بار سيمين تهبل تعرفوا فوائد النسكافيه تعرفوا فوائد العسل وتعرفوا فوائد الليم. البنات انا اي حاجه نقولها لكم باسكو تبارك الله انا بعقلنا كي تدخلي في جوجل تكتبي فوائد النسكافيه للبشره يطلع لك كلش بالعربيه باي لغه ديري فوائد العسل يطلع لك بكلش وتعرفي فوائد الليم يعطيك ثاني كلش اوكي. راه لا اذا امنين خدمه لا اذا لحت حاجه شوفوا البشره نتاعك كي تقعد زوينه رطبات البرطبه شوفوا نقرب لكم كاع الكاميرا شوفوا مي خليكم من هاد الحبيبات راني قلت لكم باسكو هادو انا راني نحارب فيهم يجوا من الماسك
فوالا البشره تقعد ليس. باغ كونت قبل ما ديروا البنات هاد انا كنعده ماسك او غوماج، قبل ما ديروه غسلو باي مرطب يكون عندك، غسلي وجهك بما شويه مش حامي ما سخون، وغسلي باي مرطب عندك بس باش تفتحي المسامات، ومن بعد باش تفتحي المسامات ومن بعد ديريه كيل لا 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 محمد رسول الله، ديريه كي الكوماج ولا كي الماسك، قلت لك خليه 5 دقائق شويه ولا 6 دقائق ومن بعد بدي تقومي به. اذا كانت بشرتك حساسه من اي مكون تقدري تستغني عنه، مي فرونشمون هذا موفر في كل دار ويعطينا واحد النتيجه تتهبل. شوفوا ثاني في راه داير كي الصينيه كيتسقل، شو الصينيه كيتسقلوها دير طن، ديك الطن اللي يديروها الكواميك هكاك راه دايره. شوفوا حتى هنا شديقاتي ولاو حمر. الوغ اليوم راه لحد في الليل، قلت بوركوا با نبارطاجي معكم هذا الشيء باسكو فوالا. نورمالمون انايا هذا من الروتينات اللي نديرهم، نورمالمون انا هذا الشيء نديرها اثنين، مي قلت بوركوا با راني عيانه نغسل شعري اليوم وندير شي ماسك. درت شي ماسك درت مرطب وندير شويه دركا واحد الماسك واحد اخر نديره فوقه. هذا الماسك اللي رايحه نديره شويه غير يعطيني واحد يعطي لابون تاعي يخليها شويه، بغيت هذا مطار ولا شي حد رايق عارف هاد العشرة تاع الليل، لا مطار فايت. المهم غادي نوريكم واحد الماسك واحد اخر باغا نديره، هذا تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش، يكون في سيفوغا. هذا هو البيريود نتاع تاع لي بروموسيون تاع لي سولد، باردون نتاع لي سولد البنات في الموا دو جونفي وكل شو عسو في سيفوغا دايما هاد لي ماسك كيما هكا. ولي وريته لكم تاع الشعر يهبل دي يجي زوين، قولوا لي كتهضري بالعقل باسكو نهضري للجاره ثاني. دروكا طحت في واحد الجاره كتر من كتر من الزمان. المهم هذا هو نتاع الكوكو، راني رايحه دوك نديره. وقلت لكم حسيت شويه نفسيتي باسكو حنا لا فان دو سيمين، في لا فان دو سيمين اليوم الحد فاتنا كاع خدمنا، مع عندي لا فارميتور نكمل روطار في الليل، والما ديسمبر حنا تكون فيه الخدمه بزاف، عندنا الخدمه فرونشمون الخدمه بزاف 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 بزاف، يكون علينا واحد الضغوطات. دركا انايا يعني نحاول من نقعد في كلمتي في اليوتيوب باسكو قلت لكم اليوتيوب ولا واحد كان ما يقعدش فيه مداوم تقدر لاشان تاعك تسوبريما. نحاول نكون قاعده في اليوتيوب قاعده في خدمتي وموفقه حتى مع روحي انايا، مي سي نورمال مره مره الكور تاعنا يقول لك اودي الشريفه راني عييت فانا عينه. مي كيما كنت نقول لهم دركا في الانستغرام قلت لهم سبحان الله واحد يشوفوا مانيش فيه بزاف، شريت واش بغيت وصرفت واش بغيت والحمد لله الحمد لله على كل حال. مي واحد كي نفسيته معناتها انا الكور كان خاصه هي حريه كالم توا ودي دونت توا وغاستي ترونكيل. وقلت لكم انا داك الجرا باسكو كانوا عندي حتى لي شغل ما نخدمش فيهم كنت نمشي ندير لي رونديفو نتاع لازير، بلا لي رونديفو اللي ما كنتش نوريهم ليكم نجري من ما كنتش نحس بالروبون تاعي. اليوم بغيت نديرها غير دوش، درتها حمام نتهلا في وجهي، نمشي نشعل كاع دوك الشمعات اللي شريتهم من برايمارك ومن اكسيون ونبدل ساعه اخرى. نمشي نشعل ديك الشجره ديك ديك النخله اللي راه عندي نمشي نشعلها ورانا مع بعض. يلا قعدوا معايا بنات. هذا ماسك يجي كيما هكا داير كيما هكا، قلت لكم شيته من سيفوغا يتخلط بالماء. شوفوا ساهل ماهل يدارين لك هنا يتخلط بالماء وراح نوريكم. وهنايا دايرين شوفوا راه الكاميرا هنايا يديروا لك ستوب زعما تخلطيه ويجي على هذه الطريقه، يجي على هذه الطريقه جو سي با كيفاش راه يبان لكم ولا لا، كيتخلط يجي على هذه الطريقه كي واحد السائل يجي كي لاباط نتاع البغرير باش نسهلها لكم. الوغ دوك نديرها في وجهي وهذا واش يعطي، يخلي يبلع المسامات والكوكو تعرفوه مليح ماسك تاع الكوكو البشره يبلع المسامات وهذا ما كان ويخلي البشره نتاعي شويه مشدوده على ما راهم كاتبين فيه. فهمت هذا ما نقدرش نهضر فيه بزاف، شوفوا راه يطيح مي سي با غاف سي بوغ سا راني قاعده بالسوق دي دبان تاعي. بون البنات هذا ينشف، كي ينشف غادي يتقلع كي واحد لابو كل عجين فوالا، غنخليه يرتاح شويه. وقلت لكم كاين منه انواع، المره اللي فاتت كنت شاريه نتاع الطين ودركا نتاع الكوكو، يكون رخيصين في سيفوغا في البيريود نتاع لي سولد. نسكت شويه نخلي الماسك يدير النفوع نتاعه، فهمتوا يدخل في فمي. حط بيدي ميني تاع الماسك بغيت نوريكم باسكو ما غاديش نوريكم كلش، نوريكم غير كيفاش يتنحى. شوفوا يتنحى كيما هكا فهمتوا، يتنحى كل بلاستيك كيما هكا، مي هو مليح دي مينيت مليح ديريه. قلت لكم يغفل المسامات ويرطب البشره يخليها ناعمه، ونمشي نقشه
ماشي نقلعها غير كيما هكا، بس كنت نخلوه 10 دقائق حتى ينشف ونقلعوه. راني معكم عاد. شوفوا البنات وجهي كي تكون فيه واحد النضاره، مانيش مشعله ني لا لوميير، باسكو كان شعل لا لوميير يبان زعما يبان شويه الاضاءه زايد فيها شويه. هذا واش يعني طلع عليا من قدامي، كان كي نزعف نبدا غنشعل واحد حوايجي، ماشي ني زعفانه. المهم الى الله محمد رسول الله، كيما درت دوك الماسكات ندير الماء الورد كيما تعقلوا. فواحد المده كي كنت ندير البيلينغ جو سي با سكو الفو با، كنت ندير الماء الورد الماء الورد كان يحرقني، مي دركا نو دركا سافا. المهم نرشها شويه هكا على وجهي الماء الورد، قلت لكم كالعاده ثاني هو يعطي نضاره ويساعد على غلق المسامات وكلش وكلش. المهم لا اله الا محمد رسول الله. اليوم قلت لكم نهار اليوم نهار الحد من نوت الصباح، جو سي با سكو راه تصرا لكم ولا لا، من نوت الصباح نوت غير دمعتي هنا والله العظيم دمعتي هنا، مانيش عارفه بقيت مانيش عارفه كشغل امي فوتو شي حوايج، بقيت كلشي نتفكرهم. العام في الساعه راه جاي وحوايج في الساعه جاي، انا ما كنبغيش نعطيكم الطاقه السلبيه، مي فوالا بارطاجيت معكم هذا الشيء درته غير باش نطلع روحي حتى انا المورال. قلت لكم كل حاجه نرجعوا لها الحمد لله على كيما هضرت قبل على نعمه الاسلام، والحمد لله على واحد داير تقتها في ربي. مي مره على مره احنا بشر، واحد يضعف واحد يتوحش ومنش عارفه ومنش عارفه لا نتوما تاني ولا لا. احنا في الغربه هنا علاني نقول لكم يا البنات واحد يدير، علاه رجعت لكلامي هذاك نقول لكم يدير واحد على اللسان. دركا انا اي حاجه يكون قالها لي خويا ولا اختي ولا يعني اهلي ولا نقعد نتفكر نقعد نقول شتي انا كانت تهضر معايا وما عطيتهاش الوقت، باسكو انا خطرت مرات كيهز نهز يعيط لي يعطيكم مثال خويا نقول له قطع قطع راني خدامه حسن نكمل الخدمه راني ندير لافيغ بيتيغ نكمل نعيط له، كي ندخل في الليل نسى مرات ما نعيطلاش مسكين وهكا اختي وهما ما يدو فيها ما يردو يعرفوني بلي راني خدامه. بصح انا من بعد نقعد نقول علاه ما عطيتهمش انا ما وقتهم علاه ما هضرتش معاهم. المهم لا علينا. المهم في هذا الفيديو بغيت نوصل واحد الميساج خاصه كاع ليكم نتوما يا البنات، خاصه البنات اللي ما يعرفونيش واللي زال ما شفتهم، البنات اللي راكم معايا والناس اللي راكم تفرجوا معايا حتى الاولاد، شكرا لكم على نعمه التربيه، تفرجوا فيا ودعموني وتشوفوا كناس تشوفوا حوايج كي تشوفوا معيشه نتا انسانه عايشه في اوروبا. منش عارفه وجيت نقول لكم قلت لكم شكرا الميساج، تلفت ميساجاتكم دوك الزوينين هما اللي يخلوا الواحد يزيد لقدام ويخلوه شويه. قلت لكم اذا تعطوا الواحد تفاؤل راه كلامكم الطيب وكلامكم الحلو وتعاليقكم البنات راهم يقعدوا لي في الراس نتاعي حتى مش حنفرحش مخطط نقرا شي تعليق، وخاصه التعاليق نتاعكم نقراهم كي نكون ماشيه في الطريق ولا نكون في لابوز نتاعي نبقى نشوف وفرحانه وتبسم غير وحدي. شكرا لكم نتوما تاني راكم تتعدوا، ماشي ميمي فان ولا نو، تعدوا عائلتي فاميلتي، نتوما راكم فاميلتي. وخاصة واحدة الرسالة نوجهها لفاميلتي لبا لما لختي لخوتي كلهم، توحشكم بزاف ونبغيكم بزاف بزاف بزاف، وتمنيت نكون معاكم باسكو مش عارفة كيما عهدتكم في الفيديو نرجعوا قلت لكم كيما عهدتكم. يعني هذا عاد قلت لكم بارطاجي معكم حياتي كلها، وانا مرات كنفوت في هذا الشيء، انا ما كنوريهش ما نبغيش نعطي الطاقه السلبيه، مي بصح ميساج بغيت نقول لكم فاميلتي كلكم واحد واحد حتى لا مانيش نتصل بكم. يعني هذا الفيديو تقريبا توحشتكم، خاصه با توحشتك بزاف بزاف، توحشت امه بزاف بزاف، توحشت خوتي وخاصه اختي ايمان توحشتك بزاف بزاف. راني عارفه راكي تفوتي في شي حوايج، كان في خاطري حتى انا نكون معاك كاختك الكبيره ونكون معاك، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني. توحشت خوتي كلهم واحد واحد، توحشت ثاني عمي عمامي كلهم، عمي سالم ثاني عمي كلهم يعني با محمد عمي جمال عماتي كلكم خالاتي مانيش عارفه توحشتكم واحد الوحش، بنات عمي ولاد عمي خاطرش راني نقول لكم هذا الشيء، بنات خالتي خالاتي كلكم توحشتكم، كل حاجه راكم ديروها ولا كل حاجه نسمحها عليكم ماشي ما عندها ما عنديش وقتكم ولا مانيش نهضر معاكم كيما كنت ولا
صح يعني شوية الخدمة وشوية من حليت اليوتيوب، يعني وليت شوية نتلهى بزاف، يعني على بالي باللي راكم تشوفوني وعلى بالي باللي يعني نقرا تعليقاتكم باللي راكم تفرحوا بيا وباللي يعني هاد الشيء مليح. مي فرونشمون توحشتكم بزاف، ونساوي نعمامي خاصة، نساوي نعمامي وخاصة يعني كلكم كلكم، ما نقدرش نذكر اسماءهم باسكو احتراما ليهم، كلكم نساوي نعمامي توحشتكم. المرت الاب نتاعي تاني يعني الله يخليها لنا ان شاء الله، حتى هي دايما تدخل بواحد مش عارفه مش عارفه، طاحوا عليا واحد لي سونتيمون تاع مانيش عارفه كيفاش نقول لكم، توحشكم كلكم يعني كلكم، لا فامي ساعدوني كلكم، لا فامي زياني كلكم، قاع 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 بنات خالي، بنات خالتي، بنات عمي، بنات عمتي، كل مره نتفكر شي وحده فيكم ونقعد نتفكر شي حاجه معاكم. المهم هاد الشي مانيش عارفة، اليوم نهار لحد حسيت بروحي باللي توحشت البلاد، توحشت يعني بزاف صوالح، باسكو بزاف ناس مرضو، يعني كاين شي ناس ماتوا عزاز علينا الله يرحمهم، كاين شي ناس يعني مرضو مرضو بزاف، كاين شي ناس يعني تقاسوا من فاميلتي بزاف، صرات ليهم بزاف الشغل، كاين شي حاجات اللي انا كاع ما مانيش عارفه، كاين بزاف صوالح وكان من صادني انا، انا جيت وحضرت وكلش. المهم كان مانيش عارفه هاد النهار بغيت نقول لكم في هاد الميساج في هاد الفيديو، توحشتكم ومانيش نسيتكم، انقطعوا نكمل بكاية ونرجع لكم باسكو ما قدرتش نكمل بكاية على خاطري، والله العظيم سمحوا لي قعدني فيه خنخن عليكم، حاشاكم هنايا مسحت غير الزربيت غير منكم واليكم، غير من شعري اللي قدامي وقعد نمسح كملت كملت. المهم نبغيكم بزاف، هذا هو بغيت نقوله لكم، توحشكم، اذا مانيش نهضر معاكم بزاف ماشي مانيش نهضر معاكم، راني كل يوم تشوفوني وراني هنا، نبغيكم، نبغي كل عمامي، نبغي كل نساوي عمامي، مانيش عارفه بغيت كنصبت نذكر لكم كاع سمياتكم، انا ندير فيديو غير عليكم، ندير نحل رجليا ونبدا نهضر سميتها شكون 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 شكون، حتى المتوحشتكم حتى المو نبغيكم كلكم، نبغيكم نبغيكم، هذا علاش باسكو هذا يجي الواحد واحد الوقت هذا من وقت اللي نعيشه انايا، كما قلت لكم مالفا نبارطاجي معكم هذا المومو انا نعيشه مرات مرات، نقعد وحدي نقعد نبكي نتفكركم، ونقعد نبكي نتفكركم، ونقعد نبكي ونتوحشكم، هذا ما كان. المهم شي نبدل ساعة بأخرى، المهم أنا غسلت شعري واش درت مش الله يلا تمشوا معايا، مش نشعل قلت لكم داك الشمع اللي راه قدامي، نريح ونقول الحمد لله والله ينعل لك الشيطان، ونبغيكم بزاف، سلمى ليكم كاع كاع كاع، الله يشوف في هذا الفيديو ندير له موح، نبغيكم والله غير نبغيكم واحد 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 واحد، مش نشف شعري ولا نتخد بيه نقبض الأرض ليكم. المهم شعري ما درت له والو، درت له كما العاده، درت له السيروم وخليته هكا ينشف وحده، ودرت له الخام تاعي تاع الفيزاج تاعي، واش راني ندير دركا سقسيتوني لواحد الحاجه راح نوريها لكم على هاد الشيميني اللي مورايا، غادي نوريكم واش درت غير اكسبري باش نوريكم، بزاف سقسيتوني حوريه هذا كيفاش باش درتيه، دخلوا غير اليوتيوب وديري شيميني ويطلع لك كيما هكا وتحطيه في لاتيلي نتاعك، يجي زوين ويعطي واحد المنظر زين. البنات هذا الطلب غير البنات، غير البنات اللي قلتوا لي حوريه سيتو بلي حنا كيفاش هاد الشجره واش يتزوق فيها واش يجو، البنات اللي قلتوا لي ماني عارفه كاع الناس تعرف، مي انا البنات هاد لي شي الكادو كيما جاني داير هاد الشي اللي جاو فيه جا معاهم، يعني كي قالها واحد حلفت بلي حتى حاجه ما شريتها، بون انا غير باش نشرح لكم، بون حتى هادو جاو معاه هاد لي بيجو، هادو لي بيجو اسمهم لي بيجو نو لي بوجي كلب بيجو تاعنا يعني. هادي وهادي 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 وهادي، مي هاد الشيء ديال سيدي الشريفات ونتاوعي، هذا رجكي هذا حوايجي، هادو فيهم ريحه الصبا. الو بالنسبه للشجره هادي واش يجي فيها الشجره هادي، المهم هذيك ما عرفتش اللصقه حطيتها تما، هاد الشيء شفتهم داك الشيء كيفاش يديروا له، وبديت ندير داك الشيء نشعل لكم الضو، حنا علينا على هاد الظلام درك باش تبان لكم. الو هادو فاش فيهم، هادي النعزه
عندي معزه تاعنا تاع بنوني، والله الا كانت عندها معزه بيضاء هذه معزتنا وهذا قن ولا مانيش عارفه واش. وهذا داير كيما هكا. انا عجبوني غير هاد القلوبه، جايين شوفوا يا بنا جايين مزيون نتوما. هاد القلوبه هادو يجوا في العراس، هادو هكا شوفوا هاد القلب فيه دونتيل كيما هكا جاي زوين. هاد لي بولارين كيما هكا، هاد لي بولاكم تعرفوهم، فيها الصباط، فيها هاد الواش الحيه هادي واش شحال ضحكت قلت لكم ديك الحيه مكعبره وشهي. حنا هادشي كاع مكعبر بزاف، انا هادي يجيني على راسي. حنا زعما نقدروا نديروا هادشي في العراس. شوفي هادو كيفاش دايرين، جيني هبلوا هاد. شوف حتى هادي شابه، ها النجوم هذا ما عرفناش حنا هذا هذا بوشلاغم اللي جايبينه لينا هنا، راسه مكسوف. المهم النجمه هذه 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 هاد المردوخه يا ربي سيدي بات حتى عليا. المهم انا نزيدها غير مات ونقيسها. هذا جنيفيدها هو كاع كنفوت به بشوكه مع الله. وانا وهذا هذه بخارتي انايا، فوالا دايره كيما هكا دوك الصبابيط ديك ديك الحجله ولا العدس، المهم داكشي. فوالا هذا هو واش يجي فيها. وهادو مزين نتوما، عرفتش كيسموهم هاد الشجرات، ريحتهم يا البنات ما عرفتش سميتهم، ريحتهم كيلياسمين، ريحتهم تهبل. الوغ بزاف البنات تقسيتوني حوريه، رانا ما شتناك شريتي الكنابي. مي فرونشمون البنات نقول لكم واحد الحاجه، بون حقه الكنابي ما شريتهاش باسكو ما عنديش الوقت، ديك البريكه اللي شريتها غير نتاع الشمع. المهم هادو يا البنات عندكم، ونصحكم بكم عندكم لا تشروهم من اكسيون، زيرو. هادو غاليين سي بو ريان، هادو زيرو، لا هادي لا الاخرى ما عندهم حتى ريحه. اوكي مي هادوك اللي يجوا مورا اللي يجوا مع الكسوه وي، مي هادو نو زيرو. هذا مكان، هذا جاني كادو، هذا جبته لي اميمه كي جات من البلاد عاد ما حليتهش باسكو راه جديد بور المومون، ما عندي من دي بيغاني حطاته. وهذا مكان، ودروك نمشي نريح نريح. هلا وهنايا تكمل هذا الطلع عليكم. المهم هذا كان ماسك، كان روتين، كان نهار، كان بكاء. انا هكا دايره غير كلب صغار نبكي ونسكت وهذا ما كان. المهم هذاك البكاء كان دموع نتاع وحش، نتاع توحشتكم، ما عندي حتى حاجه ربيع البيه، ما عندي حتى حاجه، نحمد الله ونشكره. مي دموع نتاع الوحش تاع فاميلتي، وحش تاع كاع الناس اللي عزازين عليا والناس اللي تشوفني. نبغيكم بزاف وتوحشتكم، والناس المقربين ليا توحشتهم، وحتى الناس اللي مشاو علينا الله يرحمهم ويوسع عليهم توحشناهم الغزمو. هذا ما كان. هذا الشيء قاعد درته انا، غدوه ما نخدمش، غدوه غادي نقول لكم واش غادي ندير. اللي كنت باغا نحكي لكم في هذا الفيديو، غدوه نصبح ندير المقرود اسيدي، قاعد نبدل ساعه اخرى، غدوه ندير لكم فيديو تاع المقرود شي نبدل ندير المقرود. المهم يا البنات نبغيكم بزاف، تهلاو في رواحكم، ربي يحفظكم، والله يعطي كل واحده ما تتمنى، والله يهدينا. هذا ما كان، الله يهدينا، وسلمى كبيره لكم، بيزو.